لان انا اليوم جيت من محطه القطار، جيت من تماره جايبه الوليدات ديالي من مدرسه من هرهوره كيقراو في هما ذوي اعاقه، عندهم اعاقه بصريه، جبتهم اليوم ككل نهايه اسبوع كنجيو هنا كيجلسوا معايا الجمعه السبت كنديهم الحد في امان الله. ولكن عندي المشكل اللي كنعاني منه هو انني فين ما كيكونوا معايا هاد الوليدات بثلاثه خاصني نبقى بالسوايع بالساعه بالساعه ونص كنتسنى الطاكسي باش يهزني. اليوم ان طاكسيات خاوين كان الناس السلام عليكم واش شي حد غادي الاناسي انس كيشوفوك ما كيهضروش معاك كانني ما كايناش، كانني ما كايناش، ما كاين اللي كيقول لك لا ولا علاش ولا الناس السلام عليكم غادي خويا الاناس الا الفواياج الاول مشى، الرحله الاولى مشات، دخل الفوج الثاني، الفوج الثاني كيتسناو في القطار يجي باش يهزوا الناس ديالهم، واش انا ما عنديش الحق؟ انا موجود، علاش كتسنى في القطار الاخر حتى يخرج؟ علاش؟ واش باش تقلب على ثلاثة البلايص؟ تقلب على ثلاثة البلايص؟ لا، انا اولى. عندي الكوميسارية دابا؟ انا جيت الكوميسارية كندير المتابعة لان ما غنتنازلش على حقي. ما غنتنازلش على حقي، غندير المتابعة لانني خديت صور طاكسيات خاوين واقفين في الباركينغ والناس ما كاينينش مواليهم اصحابهم ما كاينينش جالسين واقفين قدام المحطه كيتسناو في الناس يخرجوا. انا مشيت بغيت نديكلاري تماك ما لقيت السيرفيس وقيلا ما حيت كان خارج العمل ما كاينينش اولا كانوا داخل ما عرفتش، يعني انا كنت بغيت نقول لهم الامن اجيو نتوما وفروا لي مادام الشرطه في خدمه المواطن اجيو الامن وفروا لي وسيله النقل انا بغيت نوصل هاد الوليدات لداروم. راني ساعة ما كان او اكثر وانا كندخل وكنخرج من المحطه ونعاود ندخل للداخل، يعني شنو ذنبني؟ شنو ذنبي انا؟ واش مواطنه مغربيه او لا؟ واش هاد الطاكسيات خول لهم القانون هاد المساله هادي انهم يتعزلوا في الناس؟ ما عرفتش الا كان شي قانون يقولوه لينا باش حنا نعرفوا لينا واللي ماشي علينا. شنو وقع؟ وسيدي دخلت انا لاكار لقيت هاد السيده غوت عليا ضابط ديال الشرطه قال لي ودي دي هاد السيده، قلت لي ما كان ساهم مشكل هاد السيده وجبتها. انا من غير غوت عليا الضابط ديال الشرطه قال لي يدي هاد الناس، انا قلت لي مرحبا انا اللي جبت هاد الناس. تعدى عليه خويا اش غنقول لك؟ الانسان المعامله هي كل شيء، المعامله هي كل شيء، ما غاديش نجيو حنا غادي نعزلوا واحد هكا واحد هكا، راه اللي كان غادي يسزو غادي يتوصلوا ورحمه الوالدين قبل من كل شيء، قبل من الفلوس قبل من كل شيء.